ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظ مملكة البحرين، الله يحفظ المملكة العربية السعودية. شايفين جسر البحرين؟ الله يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة بريطانيا، جميع الممالك، جميع الدول. من حبنا لله، من حبنا لله، بنحب كل الناس بمختلف أديانهم، مختلف مذاهبهم. الحمد لله رب العالمين. اليوم يوم جديد، يوم مميز لمحاربة نفس أمارة بالسوء، يوم مميز لتشجيع النفس أمارة بالخير. نحاول نضبط النية، أهم شيء النية، إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. فإحنا إذا نوينا إنه إحنا تكون أهدافنا نبيلة وطموحاتنا وغاياتنا سامية وترضي ربنا، ونوينا إنه نكفل اليتيم ويكفل اليتمى ونكفل المريضين ونكفل اللي فينا نكفله، نوينا احنا نجمع 500 ألف تريليون ونساعد الناس، نوينا انه احنا نحارب النفس أمارة بالسوء، نوينا انه احنا نخفف الغيبة، نوينا احنا نخفف النميمة، نوينا انه احنا نساعد اهلنا، نوينا انه احنا نسامح الناس، نوينا نتحلى بالاخلاق، نوينا نتميز بكل شيء وخصوصا بالاخلاق، يعني نتميز بالعمل، نتميز بالعلم، بالأسرة، بالتطور، نوينا. فإنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. أهم شيء كل يوم نحاسب نفسنا، حاسب نفسك في كل يوم من قبل أن تحاسب، لأن الموت يأتيك بغتة وتقوم الحساب في نفسك. أهم شيء نحصل حب الله ورضاه، هذا أهم شيء، أهم أولوية، أهم هدف، أهم نصر، أهم عيد، أهم توفيق. ومن حبنا لله بنحب كل الناس. حنقرأ دعاء لشفاء الناس من جميع الأمراض، ودعاء لترقي أرواح الناس اللي راحوا أولهم والدي محمد مهدي يكسل. قلنا الدعاء هو نوع من أنواع الإحسان، نوع من أنواع التطهر، نوع من أنواع الصبر والتقوى. اللهم استعان، اللهم استغاث، اللهم استعان. ونتمنى دائما في كاميرا قدام، فخليها عجرة. ما شاء الله ما شاء الله. نتمنى دائما انه اللي فيه خير الله يجيبه، كل انواع الخير والمحبة، كل أنواع الرزق اللي بنعرفها واللي ما بنعرفها. هاي كاميرا، قلنا كاميرا ربنا أهم كاميرا. فدائما من الله يجيب الخير إلكم قبل ما يجيبوا إلي. نجاحكم في الدنيا والآخرة هو نجاح لإلي كمان في الدنيا والآخرة. تحية لجميع الناس، كل واحد يحاول. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ما حدا كامل، أولهم أنا وأكثرهم أنا، عم نحاول. هالدنيا هاي ما بتسوى. أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين إنه كل شيء من ربنا حلو، سواء اللي طلبناه أو هو اللي بيعطينا إياه من بلاء وابتلاء. بس دائما نقول الحمد لله الحمد لله. فإحنا نحمد ربنا دائما. إذا ما أخذناها في الدنيا نأخذها في الآخرة، زي ما تفضل حبيبنا وحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم هناك في جنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بال أحد. بنرجع بنقول أهم هدف كل يوم نحاول إحنا نضبط نيتنا، وبعدين نعمل أعمال ومحاولات ناجحة محاولات فاشلة. أهم شيء ننوي
وبعدين نسعى نحاول. اللهم استعان اللهم استغاث، واللي فيه خير الله بيجيبه، مش كل شيء حنتمناه حيجي لنا، بس اهم شيء كمان نرضى ونصبر. الصبر والرضا باللي عم يجي لنا هو نوع من انواع الايمان والايمان القوي، واحنا وانا اولهم يا ريت اوصل هالمرحله هاي انه انا اامن بكل شيء عم يجي لي. بس اكيد اكيد بعرف انه في ناس من اهلي ومن اصحابي ومن كل حدا بيسوا كنوز الدنيا كلها، هاي واحد غير الكليه والبنكرياس، وهو فدائما الواحد يحمد ربه لسه في هالدنيا هاي فيه يزبط عشان يعيش للاخره هناك الحياه الابديه احلى عيشه احلى عيشه. فنزبط نحاول. اللهم استعان اللهم استغاث اللهم استعان. هنقرأ دعاء قلنا لشفاء الناس من جميع الأمراض ولتطهير القلوب بالذات. قلبا طاهرا فخلق فيه يا إلهي، سرا ساكنا جدد فيه يا منائي، وبروح القوة ثبتني على أمرك يا محبوبي، وبنور العظمة تنشدني على صراطك يا رجائي، وبسلطان الرفعة إلى سماء قدسك عرجني يا أولي، وبأرياح الصمدية فبهجني يا آخري، وبنغمات الأزلية فاسترحني يا مؤنسي، وبغناء طلعتك القديمة نجني عن دونك يا سيدي، وبظهور كيانتك الدائمة بشرني يا ظاهر فوق ظاهري والباطن دون باطني. الله يحفظكم جميعا. اللهم استعان اللهم استغاث، والله يحفظ عيادة الهجن.